يعني احنا على مدار سنين طويله، انا يعني فاكره لغايه دلوقتي من طفولتي، وكان في طول الوقت برامج للتوعيه وخطوره الزياده السكانيه، وان احنا لازم نرشد الانجاب وكل هذا الكلام. الحقيقه انه للاسف كل ده، يعني انا اسفه جدا انا اقول، فشل. لا لا، هو نجح. يعني خلينا بس نشوف الاحصائيات الاول. احنا كنا السيدات في فتره الانجاب في السبعينات والثمانينات، كان الست اللي هي في الفتره الانجابيه كان متوسطها 5 اطفال، وصلت لثلاثه ونص بعد كده في 2000، وصلت لاثنين ونص في 2006. يعني نجح. يعني لا نقدر. رجعنا يعني شايف ان البرامج دي كانت قايمه بالدور اللي المفروض تقوم طبعا بيه. رجعنا الرده تانية في 2018 لثلاثه ونص تاني. مش ثلاثه ونص المعدل، لا المتوسط كل سيدة. ارجع اقول تاني، المشكله جد خطيره، مش لان مش هنحس باي حاجه بصراحه بنعملها ولا اي نوع من انواع التنميه طالما احنا مستمرين على هذا المنوال. المشكله الرئيسيه حضرتك من 2011 لدلوقتي، عشان نتخيل مع بعض بس، احنا زدنا 20 مليون. يعني من 2011 لتقريبا بدايه 2019 20 مليون، يعني دي كذا دوله، كذا دوله عربيه، كذا دوله اوروبيه. طب ومين اللي هيقدر على الكلام ده؟ مش هينفع. فاذا ما حصلش تضافر من الدوله بالكامل، وتضافر بين كل اجهزه الدوله من مجتمع مدني لاعلام لمؤسسه دينيه لمؤسسات تنفيذيه، مش هننجح. بيقعدوا يتسألوا ليه دلوقتي احنا عمالين نعمل طرق؟ لا، هنعيش فين؟ الناس دي هتعيش فين؟ صحيح. بجد احنا بنحل حل لمشكله موجوده. هتعيش فين؟ وهتشتغل فين؟ وهتمشي فين؟ بالظبط. صحيح. اللي عايز اقوله بس ان هي مشكله برضو هي اجتماعيه طبعا، مرتبطه ارتباط مباشر بالثقافه وبالاجتماع وبالاقتصاد. لكن على المقام الاول لازم نعرف احنا خصائصنا ايه. يعني احنا اولا توزيعنا وحش جدا. احنا عايشين على 6% فقط، يعني مش كمان احنا متكومين في مكان واحد. 6% من الجمهوريه. فاحنا لازم التوزيع الجغرافي عندنا لازم مش اولا مصبوط. لازم نتفرع. نمره 2، 22% من السكان عايشين في القاهره واسكندريه. نمره 3، معلش مع احترامي لاهالينا سواء في الدلتا او في الصعيد، لا الارياف اكثر انجابا من الحضر. دي لازم نتساءل. عشان كده بس في بعض المعتقدات الاجتماعيه اللي لازم بقى فعلا، مش هتكلم على الاعلام، انا هتكلم على سياسه الدوله، لان احنا في فتره ذهبيه. رئيس الجمهوريه بيقول بناء الانسان. بناء الانسان من اهم مميزاته الصحه والتعليم والثقافه، وفي نفس الوقت محاربه الزياده السكانيه. عشان كده ببارك الدكتور عمرو، اولا هو كفاءه لسه يعني جديد في ربنا معاك ويقويك لكن انا بقول لك ان هو ان شاء الله باذن الله انت معاك اراده سياسيه، المفروض تغتنم هذه الفرصه لتحضير الوزارات كلها. للاسف الجهود مبعثره، لكن انا عايز اقول بقى بعض المعتقدات اللي هو المفروض الاعلام والدنيا كلها تركز عليها. ليه بيحصل زياده سكانيه في الاسره المصريه؟ موضوع العزوه. موضوع ان احنا العزوه كبيره، موضوع ان الست، موضوع انا مستني الولد، موضوع الست، فكل ما اجيب بنات اخلف تاني وتالت، والست عايزه تربط الراجل بالعيال. معتقدات دينيه خاطئه. معتقدات الاثار جانبيه بتاعه وسائل منع الحمل. وده معموله معتقدات صحيه خاطئه بالظبط. والاهم من كل ده بقى ان احنا عندنا هاجس قوي جدا ان الاسره الصغيره دي اسره ضعيفه. فللأسف شديد احنا لازم الإعلام كله يتوجه، سواء الإعلام في المؤسسات كلها لازم تتضافر جهودها لمحاربة الأفكار أو المعتقدات الخاطئة دي لحد ما نحلها. برضو هرجع أقول أنا لأ، السياسات الحكومة مش عجباني في الملف ده حتى الآن، وأنا قلته في بيان الحكومة. أنا متعشم في حكومة الدكتور مدبولي والدكتور هالة زايد، يقدروا يجمعوا الشوتات الموجود. دكتور محمد، ايه اللي مش عاجبك؟ يعني لما بتقولي سياسات الحكومه في هذا الملف مش عاجباني، ايه اللي مش عاجبك عشان نعرف رد دكتور عمرو على هذا الكلام، وهو ايه يعني رؤيته كمان بما انه يعني جديد في المنصب، فهو شايف ايه الخطه اللي محتاج ان هو يمشي عليها؟ بس الاول ايه السلبيات اللي حضرتك شايفها؟ الجهود مبعثره. الجهود مبعثره بمعنى ان دكتور مسؤول عن المجلس القومي او من المسؤولين مقر عن المجلس القومي للسكان. هو معهوش موازنه، انا عارف معهوش موازنه غير مرتبات. ومستني ايه؟ مستني يبقى اول مشكله الموازنه. مستني المنح. الموازنه موجوده فين؟ وزاره الصحه واخده شويه موازنه توزع بيها وسائل منع الحمل. طب فين الاستراتيجيه والربط؟
بتلاقي وزارة التضامن الاجتماعي عندها الرائدات الريفيات. وليه تعليق في الرائدات الريفيات؟ الرائدات الريفيات وعندها المبادرة اللي هي اتنين كفاية اعتقد. ده وزارة التضامن اللي وزارة التضامن الاجتماعي. طيب يا جماعة الوزارات دي المفروض يبقى فيه مجلس قومي للسكان والتنمية برئاسة رئيس الجمهورية ماسك الوزارات دي كلها، وزارة الإعلام، وزارة السكان، وزارة ال بلاش وزارة الإعلام عشان ما تزعلوش. لا هو ما فيش وزارة إعلام. ما فيش وزارة إعلام. يعني هو مش هنزعل إنها مش موجودة. فأنا عايز تضافر الجهود دي كلها. وبعدين يا جماعة المخاطبة معلش أنتوا عمالين تقولوا رائدات ريفيات، معلش خلينا واقعيين. أنا الصعيد عايش فيه 25% من السكان. هو المسؤول عن 41% من الزياده السكانيه، مع احترامي طبعا لاهالي الصعيد لهم معتقداتهم اللي لازم احاربها. 41% المجتمع يا جماعه لازم نعترف انه ما زال ذكوري. على فكره الراجل هو المتحكم، انت عماله تكلمي الست والراجل هو لسه المتحكم في تنظيم الاسره، هو صاحب القرار. يعني شوفوا لنا حل ان انتوا تكلموا الرجاله مش الموضوع. يعني يبقى مواجهه المعتقدات الخاطئه المجتمعيه، توعيه ووعي، برامج توعية متكاملة. نمرة اتنين تضافر الجهود على هذا المشروع القومي، وده كان طلبي في البيان الحكومة اللي قلته.